يا هلا مرحبا فيكم مشاهدينا، حلقة جديدة من برنامج أمة 2020. أعزائي المشاهدين، عزيزي المواطن، نسعى من خلال هذا البرنامج أن نتواصل ونتحاور معاكم من أجل صالح هذا الوطن. نستذكر في كل مناسبة أن إحنا جميعا مؤتمنون على هذا البلد ومستقبله، لذلك إحنا اليوم على أعتاب مرحلة سياسية دقيقة ونتهيأ لاستحقاقات ديمقراطية حاسمة. لازم أن نؤكد مرارا وتكرارا على أهمية صوتنا الانتخابي اللي هو أمانة كبرى ومسؤولية عظمى. أعود لكم مجددا مشاهدينا. نعم، بلد الحرية والديمقراطية المسؤولة اللي وضع أسسها الآباء والأجداد، حرية مسؤولة وانفرضت علينا الاختلاف في بعض المواقف، ولكن يعني الحمد لله ولله الحمد والمنة نتفق جميعا دائما وأبدا على حب هذا الوطن الغالي المعطاء. مشاهدينا، راح نواصل معكم اليوم في مناقشة موضوع الساعة وهو أمة 2020، لذلك يسعدنا أن يكون معنا الليلة المحلل السياسي الدكتور ناصر المطيري، ولكن دعونا نتوقف أولا مع هذا التقرير. حياكم الله مجددا مشاهدينا، نجدد الترحيب كذلك بالمحلل السياسي الدكتور ناصر المطيري. دكتور ناصر، حياك الله في الاستديو. حياك الله، حياك الاختي منايه، وسعدني وجودك معك في هذا البرنامج وفي هذه المناسبه المهمه ان شاء الله. دكتور، بدايه، ما هي قراءتك للمشهد السياسي الحالي في دوله الكويت؟ طبعا احنا اليوم يعني تفصلنا يمكن ساعات عن يوم الانتخاب الكبير في الكويت، 5 ديسمبر حيث تجري الانتخابات البرلمانية للفصل التشريعي 16 لمجلس الأمة، وهذه الانتخابات موسم سياسي ترتفع فيه يعني روح الديمقراطية والحرية والتعبير عن الرأي، لذلك هو موسم لا شك يعني يمثل حالة اعتزاز لدى كل كويتي. يعني الانتخابات النيابية الكويتية التي تمثل بالفعل نهج ثابت كما يعني ذكر في النطق السامي صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بأن مؤكدا على تمسكه بالنهج الديمقراطي الكويتي والسير على نهج الآباء، باعتبار أنه اليوم الديمقراطية هي من الثوابت السياسية لنظام الحكم في دولة الكويت. والانتخابات اليوم كما تعلمون بلا شك هي أيضا تعبير عن إرادة الشعب وترجمة للقيم والمبادئ الدستورية اللي نص عليها الدستور الكويتي بأنه نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة. وبالتالي يعني في هذه الأجواء وفي كل ظل هذه الأوضاع اللي نشهدها اليوم، هناك حالة من يعني من البهجة وحالة من الحماس أيضا في ظل تنافس، في ظل أجواء ديمقراطية تنافسية حبية إن شاء الله، يضع الجميع إن شاء الله مصلحة الكويت فوق كل اعتبار. نعم دكتور ناصر، يعني الشعب الكويتي مدعو لتجديد الثقة لاختيار النائب اللي راح يكون في قاعة عبد الله السالم في مجلس الأمة، لذلك كيف ترى المسؤولية هذه الملقاة على عاتق كل كويتي وكويتية؟ طبعا من المعلوم انه الشعب الكويتي يعني كون ان الكويت دولة ديمقراطية وكون ان الكويت اصبحت تجربتها تجربة ناضجة ديمقراطيا ودستوريا وسياسيا، لذلك تكونت لدى الشعب الكويتي حالة من الوعي والثقافة السياسية التي تمكنه اليوم من يعني تحديد والاختيار لممثليه في مجلس الأمة، لأنه اليوم الاختيار هو مسألة حاسمة في مسألة الانتخابات، والوعي الناخب عنصر مهم في أنه يكون القناعة الموضوعية البعيدة عن كل التقسيمات والبعيدة عن كل التحيزات. لذلك يعني الاختيار من قبل اليوم الناخبين بما لديهم من وعي سياسي ومتابعة حثيثة وما يتمتع فيه تتمتع فيه الكويت اليوم من سقف عالي من الحرية في الطرح السياسي سواء من قبل المرشحين في ظل هذه الأجواء الانتخابية، وأيضا ما يطرحه أيضا الناخبون من مطالب عبر كافة وسائل التواصل الإعلامي وكافة وسائل الإعلام، لا شك هذه تكون اليوم رؤية واضحة لدى الشعب الكويتي وأن الشعب الكويتي شعب حي
كما هو معروف، شعب حي قادر على التغيير، قادر على النقد، قادر على تحديد أيضا مسار المرشحين، حيث أن المرشح اليوم أصبح يرصد ردود فعل الشارع الكويتي، يرصد ما طموحات ورغبات الناخبين في الشارع الكويتي، ومن ثم تجدنا الجميع يحاول يعني استقطاب اهتمام الناخب الكويتي وطرح القضايا التي تلامس اهتمامات الناس، طرح القضايا التي تخدم الكويت أولا، طرح القضايا التنموية والعديد بالعديد من العناوين الكبيرة والمهمة التي نتطرق لها إن شاء الله لاحقا في ظل البرامج الانتخابية والحديث عنها. لذلك أعتقد أن اليوم الناخب الكويتي لديه من الوعي ما يكفي يعني تقديم الاختيار الأفضل لممثليه، لأنه يعني عندما الناخب يختار فهو يمارس تطبيق حي للمادة السادسة من الدستور بأنه السيادة للأمة. فالصوت الانتخابي ليس مجرد ورقة تلقى في أو توضع في صندوق الاقتراع، بل هو تعبير حقيقي عن السيادة. نعم. هنا بالفعل الشعب الكويتي يمارس السيادة من خلال يعني الصوت الانتخابي، ومن ثم يمارس المشاركة في الحكم من خلال ممثليه في مجلس الأمة. وبالتالي لابد أن يكون هناك اختيار واعي، اختيار يغلب مصلحة الوطن أولا ولا يغلب المصالح الشخصية والمصالح الضيقة. هنا هو هذا بلا شك يعني نداء يعني نوجهه للجميع بأنه يجب أن يكون الاختيار مبنيا على تغليب المصلحة العليا، تغليب من يقدم الخطط التنموية، من يقدم المعالجات والرؤى الاقتصادية الناجحة، من يحاول تقديم الدور الرقابي الحقيقي، ومن يتبنى أيضا الدور التشريعي المناسب بما يحقق أيضا التنمية المستدامة للكويت، وما يحقق الرخاء، وما يدعم الأمن، وما يدعم كافة يعني مناحي الحياة في دولة الكويت. لذلك لابد أن يكون هناك بالفعل تعبير واعي عن الإرادة من خلال الصوت الانتخابي، اللي هو بالفعل يعني المعبر الحقيقي والصورة التي تعكس معدن هذا الشعب ومدى نضجه ووعيه في اختيار ممثليه، وأنه هو شعب الكويت يستحق بالفعل الديمقراطية لأنه أهل لها، أهل لتحديد اختياراته بعيدا عن أي تقسيمات أو انحيازات اجتماعية أو فكرية. يعني اللي ذكرتها كلها دكتور يندرج تحت عنوان عريض جدا وهو الوحدة الوطنية. نعم. عندما تتحقق الوحدة الوطنية اللي هي العمود الأساسي لنجاح أي وطن أي بلد، كيف ننمي هذا الإحساس دكتور؟ مناير خلينا نتكلم بشكل واضح، اليوم الساحة الانتخابية أيضا فيها كثير يعني مستوى عالي من الحرية ومن الطرح. ربما بعض المرشحين وهم قلة من يتبنى الطرح يعني الفئوي أو الطرح القبلي أو الطرح الطائفي، هذه الطروحات أعتقد يعني تؤخر ولا تقدم، تقسم ولا تجمع، تفرق المواطنين، لأنه اليوم الوحدة الوطنية هي بالفعل السور الأول أمنيا واقتصاديا وسياسيا للكويت. لذلك لا يجب أن لا تكون الانتخابات وما يطرح فيها من مشاحنات سياسية وتنافس محموم أن تكون فرصة أيضا لإشعال نيران الفتنة وتقسيم المجتمع ويعني محاولة إقصاء البعض دون الآخر. هذه الأجواء وهذه هذا النوع من الطرح أعتقد أنه اليوم المواطن الكويتي أصبح واعي له ويستطيع أن يميز أن هذه مجرد تكسبات سياسية. لذلك على الجميع أن يكون واعي بالفعل وأن ينأى في اختياراته عن هذه الطروحات ومن يروج لمثل هذا الطرح الذي يفتت الوحدة الوطنية. الوحدة الوطنية يعني ركيزة أساسية لأمن الكويت الداخلي، إذا لم نحافظ على جبهتنا الداخلية فتأكدي أنه أمننا الخارجي أيضا سيكون في خطر. القوة الأساسية الحفاظ على الجبهة الداخلية بوحدة وطنية، وأن تكون الانتخابات أيضا فيها طروحات تخدم الكويت، طروحات سياسية، طروحات اقتصادية. لا يتبنى مرشح أو يحاول يعني استجداء الأصوات من قبل بعض الناخبين في سبيل طرح فئوي أو طرح طائفي أو طرح قبلي، لأن هذه التقسيمات من شأنها الإضرار بالمشهد الديمقراطي في الكويت والإضرار بسمعة الكويت والشعب الكويت. وبالتالي الديمقراطية يجب أن تتجلى بأبهى صورها، أن هذه الديمقراطية الرائدة اليوم في الكويت التي يعني أصارت مسارات طيبة وجيدة وطبقت الأسس الرقابية والأسس التشريعية وأعطت الكويت هذه المكانة. الكويت لولا الديمقراطية ما كان حتى يشارك العالم في تحرير
غيرها، لأنه العالم يحترم الدول الديمقراطية. الدولة الديمقراطية دولة يعني يستحق أن يفخر فيها شعبها، وأن تكون يعني محل اهتمام وتقدير من قبل دول العالم. لذلك اليوم دولة الكويت بالديمقراطية يجب أن نحافظ على هذا الوجه الحضاري، هذه الصورة المشرقة لدولة الكويت من خلال ممارسة انتخابية واعية وناضجة تعبر عن ثقافة ووعي هذا الشعب. ولكن هناك حقيقة يعني للأسف هي موجودة دكتور، هناك ما زال من يصوت لصالح القبيلة أو الطائفة أو الدين أو أيا كانت الأسباب من غير أن يعني يختار يعني بطريقة صحيحة للنائب ليصل. هذا يطلب منا أن المسؤولية تكون واحدة، الروح الوطنية تكون واحدة للسير في عملية التنمية الوطنية والابتعاد عن المصالح الشخصية، فكيف يمكن تحقيق ذلك دكتور؟ أولا لابد من أن يكون هناك يعني وعي حقيقي لدى الناس، وأن يكون هناك بالفعل تغذية إعلامية وإرشاد من خلال أيضا مثل هذه البرامج ووسائل التواصل الإعلامي، أن يكون هناك أيضا بالفعل نشر لهذه الثقافة، ثقافة الديمقراطية الحقيقية، وألا نسمح بتشويه هذه الممارسة الديمقراطية، لأنه اليوم من يمارس هذا الدور ويحاول تقسيم المجتمع ويتكسب سياسيا لا شك أصبح اليوم مكشوف، لأنه الشعب الكويتي لم يعد حديث عهد في الممارسة الديمقراطية، وأصبح يفرق بين الطرح المزايد والطرح المتكسب والطرح الوطني الحقيقي. يجب أن نضع عنوان واحد، أن نصوت للكويت وللكويت فقط، لأنه أي تصويت يبتعد عن الزاوية الكويتية والهدف الأساسي وهو الوطن، تأكدي بأنه سينحرف بالمسار الديمقراطي انحرافات غير محمودة، وبالتالي تؤدي إلى الديمقراطية وربما والانتخابات والحملات الانتخابية، وهذا التنافس ربما يؤدي إلى شق الصف الكويتي، وربما يؤدي إلى تفتيت الناس، وربما يؤدي إلى التشاحن الاجتماعي والتخاصم السياسي. هذا الأمر غير مطلوب. نحن نريد الديمقراطية أن تدعم الاستقرار وتدعم الأمن وتدعم تماسك المجتمع والوحدة الوطنية، لا نريد ديمقراطية تفرق لا تجمع. اليوم الديمقراطية أمر يعني بناء، وأمر ربما تحسدنا عليه الكثير من الأمم والدول. لذلك علينا أن يعني نعكس الصورة بالفعل التي تجسد الممارسة الديمقراطية وتعمقها بشكل يعني يعكس ثقافتنا كشعب. أكيد هذه الرسالة، وهذا الأمر المهم الذي يجب أن يتم التأكيد عليه، لأنه مسألة الانحيازات الأخرى ويعني الميول التي تبتعد عن الهدف الكويتي وهدف التنمية وهدف الاقتصاد وهدف مكافحة الفساد والكثير من الأهداف التي يسعى المواطن اليوم أن يلبيها من خلال مجلس الأمة والطموحات الكبيرة يعلقها على البرلمان، لا شك ستنهار إذا غلبنا مصالحنا الضيقة الذاتية ذات الأبعاد، ربما العائلية أو القبلية أو الفئوية أو المذهبية أو غيرها من الميول الفكرية الأخرى. لذلك يعني نحن ننادي بضرورة تكريس الوعي السياسي، تكريس ثقافة الديمقراطية الحقيقية والممارسة الإيجابية. نعم دكتور، ما يميز هذه الفترة كل شيء في 2020 استثنائي، من ضمنها جائحة كورونا يعني حددت الأوضاع أكثر في انتخابات 2020، ولم يعني ما في تواصل مباشر مع الناخبين بسبب الظروف الراهنة والاستثنائية. لذلك برأيك دكتور كيف ترى وسائل الإقناع اللي قاعدين يستخدمونها المرشحين مع الناخبين في الفترة الحالية للتأثير على الناخبين؟ نعم هذا سؤال مهم مناير، شكرا لك. أعتقد أنه جائحة كورونا اليوم أصبحت من يعني ألقت بظلالها بالفعل على الانتخابات الكويتية، وأحدثت متغيرات كبرى في النمط، سواء نمط الحملات الانتخابية، نمط التواصل مع الناس، نمط الحملات الدعائية الانتخابية، والأسلوب والأدوات التي تستخدم حاليا على خلاف ما كنا نشهده ونعهده في الانتخابات التي كانت تمضي في الأوضاع التقليدية العادية. اليوم جائحة كورونا يمكن ونظرا لاتباع التعليمات الصحية الصادرة من السلطات الصحية في البلاد تطلبت واستوجبت مثلا إزاء يعني وقف أو منع إقامة المقرات الانتخابية. هذا أدى إلى أنه لجوء
المرشحين إلى الوسائل التواصل الاجتماعي، وهذا بلا شك مخرج مهم، حيث استبدلت المقرات الانتخابية بالحملات الانتخابية الإلكترونية. هذه الحملات الانتخابية الإلكترونية هي ربما تكون من المعطيات الجديدة الموجودة في الساحة السياسية، والتي بالفعل اليوم شكلت نمط جديد في الحملات الانتخابية وأعطتنا أسلوب وأدوات مختلفة، وهي بلا شك أسلوب راقي ومهم ومؤثر أيضا، لأن وسائل التواصل الاجتماعي اليوم كل فئات المجتمع وكل كافة أعمارهم ربما كلهم لديه هاتف ذكي، ومن خلال هذا الهاتف الذكي يستطيع الدخول والتواصل والاستماع والمتابعة للمرشحين من خلال قنوات وسائل التواصل الاجتماعي، سواء المكتوبة والمرئية والمسموعة وغيرها، وبل هي تثير حالة من التفاعل بين الناخبين والمرشحين، لأنه المرشح عندما يطرح فكرة معينة أو يطرح برنامجا معين سياسيا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، نجد هناك يعني ردود فعل وتفاعل آني ومباشر يستطيع من خلاله المرشح أن يعني يستنتج ويعرف مدى تقبل الشارع والناخبين وجموع الناخبين لهذا الطرح، ويمكن من خلال ذلك أن يصحح المسار. لذلك أصبحت اليوم وسائل التواصل وسيلة تقنية حديثة أكثر انتشارا وأوسع انتشارا وأكثر تأثيرا أيضا، لأنه التأثير اليوم بالغ أصبح من خلال هذه وسائل التواصل اللي تصل برسائل قصيرة وصغيرة ومحددة ومؤثرة، فهي أعطت أسلوب جديد، وأعتقد أنه هذه ربما ضارت النافعة. نعم. يعني هالمرة بسبب جائحة كورونا. الصعوبة دكتور أنه كيف تصل إلى إقناع الناخب أو المواطن في هذه الدقيقة المتاحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هنا مسألة، هنا الحرفية في توجيه الرسالة السياسية والرسالة الانتخابية. واليوم أصبحنا نشاهد بعض الأساليب الدعائية والمقاطع المتميزة التي تختزل كلام كبير بمقاطع وكلمات بسيطة أو بمشاهد مؤثرة وسريعة. هذا الأسلوب الجديد اليوم. نعم. اليوم العالم عالم عصر السرعة، وهناك حالة من التفاعل، ويعني لا شك نشاهد تأثير واضح من خلال هذه الأساليب الجديدة واستخدام التقنيات، لأنه اليوم إذا بسبب جائحة كورونا نستخدم هذه التقنيات بسبب الضرورة، أعتقد ستستمر معنا وستتطور في المراحل المقبلة من انتخابات في السنوات القادمة، أيضا ستتطور هذه الأساليب ويعني تصبح نمط حياة ثابت وأسلوب ممارسة ديمقراطية، والحملات الإلكترونية ستكون هي البديل للحملات التقليدية من خلال المقار الانتخابية أو غيرها. نعم، يعني أيضا نلاحظ في الفترة الأخيرة خاصة هاليومين أن في ناس رجعوا بعد الطعون، ردوا إلى ساحة التنافس مع باقي المترشحين، وأصبحت يعني تشهد حركة سياسية نشطة جدا ملحوظة، خاصة أن بقى يومين على الانتخابات 5 ديسمبر. لذلك دكتور، كيف يمكن للكل ممارسة الحق الدستوري في أن يعبر رأيه بدون تجريح، بدون أن يمس بكرامة أحد، دون ما يخرج عن روح الدستور؟ طبعا يعني الدستور الكويتي وقانون الانتخاب أيضا ترى يعني لو رجعنا للنصوص ينظم يعني السلوك الانتخابي، ذلك يعني السلوك الانتخابي الراقي والابتعاد عن كل ما يشوه العملية الانتخابية والاقتراع، كلها أمور منصوص عليها. هناك شيء باب يسمى جرائم الانتخاب في قانون الانتخاب الكويتي، هذه الجرائم تتحدث عن إساءة التصويت أو إثارة الفوضى داخل المقر الانتخابية في اللجان الانتخابية، ربما أيضا التصويت العلني أو محاولة الإساءة للهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات، كذلك أيضا حتى دور الأفراد في التعامل مع بعضهم من خلال التنافس الانتخابي، أو ربما كما تحدثت التجريح الذي يحصل من البعض كممارسات فردية سلبية، هذه أمر مرفوض وربما حتى يرفضه المجتمع ويرفضه الناس، لأن الكويتيين اليوم أصبحوا في ثقافة يعني تمكنهم من التمييز، أصبحوا بوعي يعني يستطيعوا من خلاله ممارسة إيجابية، يرتفعون فوق التفاهات وفوق النزاعات الشخصانية التي تسيء للصورة الديمقراطية وتسيء للعملية الانتخابية، لأنه إذا سارت العملية الانتخابية أمام أعين العالم الذي يشاهد ويراقب ويتابع الانتخابات الكويتية اليوم عبر كل وسائل التواصل الاجتماعي وعبر كل وسائل الإعلام
وعبر من خلال كل منظمات الرقابة الدولية والمهتمين في العالم. لا شك نحن محط أنظار، علينا أن نضع باعتبارنا أنه لا نمثل أنفسنا فقط، نمثل الكويت وصورة الكويت أمام العالم، هذه الصورة. ولذلك علينا أن نساهم ونتعاون في نقل مشهد ديمقراطي كويتي متميز يعكس صورة هذا الوطن الجميل ويوصل رسالة للعالم بأننا شعب يستحق الديمقراطية، شعب يشارك في الحكم من خلال الممثلين في مجلس الأمة، شعب قادر على حسن الاختيار، شعب يمكن أن يمارس هذه الممارسة بشكل راقي يثير إعجاب العالم. نعم دكتور، احنا راح نطلع فاصل قليل ونكمل معك بقية الحوار إن شاء الله. مشاهدينا فاصل قصير ونعود لكم مع أمة 2020. حياكم الله من جديد مشاهدينا وعودة لضيفنا الكريم محلل السياسي الدكتور ناصر المطيري. دكتور، يعني في سؤال يدور في أذهان الكثيرين، يعني يا أن إحنا نظل في المربع اللي إحنا فيه أو نمضي قدما ونطلع من هذا المربع. يعني برأيك دكتور، من قراءتك للمجالس السابقة، إحنا وين في هالمرحلة؟ طبعا لو تكلمنا بحرية نوعا ما وفي ظل هذه الأجواء الديمقراطية اللي بالفعل يعني نتمتع فيها، يعني لا شك اليوم الناخب الكويتي وجموع الناخبين لديهم ملاحظات حتى على مجلس الأمة السابق، وهو مجلس ربما يعني عليه الكثير من الملاحظات، الكثير من الانتقادات وبعض السلبيات، ولكن ايضا هذا لا يغفل ايضا الجوانب الايجابيه من امور تشريعيه ومن امور يعني ومن قضايا رقابيه تمت، ولكن هذا عمل بشري وبالنهايه ايضا قابل للقصور وقابل للنقد، ونحن في ظل هذه الاجواء الديمقراطيه يمكن ان نتيح مجال للنقد. لا شك هناك ملاحظات كثيره على مجلس الامه، ومن ثم اليوم الناخب الكويتي من خلال متابعه وذكاءه وخبرته ومعرفته قادر على أن يميز من الدور النيابي وقادر على إحداث التغيير، لأنه الكويتيين شعب حي بالفعل، والتجارب خلال السنوات الماضية من الممارسات الديمقراطية أكد الشعب الكويتي بأنه شعب قادر حتى على إحداث تغيير متى ما كان هناك نوع من السلبية والممارسة الانتخابية أو الممارسة النيابية داخل مجلس الأمة لم تلبي طموحات ورغبات الناخب الكويتي، نجد أن الرسالة الانتخابية تصل من خلال صناديق الاقتراع بالتغيير، تجد نسب التغيير تختلف من مجلس إلى آخر حسب مستوى رضا، لأنه التصويت الانتخابي هو يعني ترمومتر ورصد حي ودقيق لمدى رضا المواطنين عن المجلس السابق، وبالتالي نسب التغيير واردة أن تحدث في هذا المجلس نظرا لما تعرض هذا المجلس السابق من انتقادات، وهذا أمر وارد يعني، وربما كانت أيضا بسبب ظروف معينة أيضا بسبب ربما تقصير تشريعي أو تقصير رقابي هنا وهناك، ولكن أعتقد بأنه الرسالة الانتخابية ستكون واضحة هذه المرة من خلال صناديق الاقتراع لتعبير عن رأي الشعب، وبالتالي علينا جميعا أن نتقبل النتائج بروح ديمقراطية. نعم. يعني تؤكد على أنه الشعب الكويتي بالفعل قادر على تحديد خياراته وقادر على أيضا إحداث التغيير الممكن بما يلبي مصالح الوطن العليا، والتصويت كما ذكرنا نعيد ونكرر يجب أن يكون للكويت ومن أجل الكويت حتى يحدث التغيير الذي يعني بالفعل يؤكد على المصلحة العليا للدولة. نعم، في هذه يعني في هذا التحليل دكتور، ومن تحليلك للأداء البرلماني للنواب في المجالس السابقة، ما المطلوب من النائب وما هي مقومات النائب المثالي؟ أولا النائب من يطرح نفسه للترشح ليكون نائبا يمثل المواطنين عليه أن يتحلى بممارسة الدور الرقابي بمصداقية، نعم، وبإخلاص، وأن يمارس الدور التشريعي أيضا بما يخدم قضايا المواطنين وقضايا البلد، وأن يعي ما يدور حوله أو حول الكويت من تحديات خطيرة داخليا وخارجيا. نعم. لذلك وعي المرشح بقضايا المواطنين وملامسة اهتماماتهم وهمومهم هذه أمر مهم، إضافة إلى الواجب والدور عليه في ممارسة الدور الرقابي التشريعي الحقيقي الإيجابي الذي يحمي الدولة
ويكافح الفساد ويقوم الاعوجاج ويفرض السلطة الرقابية لمجلس الأمة ويؤكد على أنه على ممارسة السيادة للشعب من خلال مجلس الأمة بدور ديمقراطي وممارسة دستورية متميزة. هذه الأمور المقومات الأساسية يجب أن تسود لدى كل نائب حتى يكون من النواب الذين يمكن أن يرتفعوا بمستوى الممارسة الديمقراطية ويؤدوها بشكل إيجابي يخدم الدولة والصالح العام. المحلل السياسي الدكتور ناصر المطيري، شكرا جزيلا لك لوجودك اليوم معنا في برنامج أم 2020. شكرا جزيلا حياتي. إذن مشاهدينا، قبل توديعكم في ختام هذه الحلقة، نرجو أن نكون من خلال هذا التحليل الرصين والصوت الهادئ اللي يحاول الوصول إلى العقول ما ندغدغ فيها العواطف من خلال هذه الكلام اللي نقوله، ولكن نتمنى أن احنا تمكننا أن نحيطكم بمختلف جوانب صورة المشهد السياسي الحالي لكم، وإحنا فيكم نستنير بروح الديمقراطية. آمالنا صادقة ورجاءنا كبير بمنح الصوت للشخص المناسب واختيار العضو الكفء، لنساهم جميعا في تحقيق التنمية الشاملة والرخاء والأمن والاستقرار لهذا الوطن. دمتم مع السلامة.